سيداتي وسادتي، أصدقائي الأعزاء، ليس من جديد. ثلاثة كلمات واضحة كل الوضوح، وعد. ولكن ماذا تعني بالضبط؟ ليس من جديد الحرب، ليس من جديد الاضطهاد، ليس من جديد عدم المبالاة. هذه الجملة التي يتم تكرارها من الذين لم يموتوا في بوشنفالد، مخيم بوشنفالد، مرات ومرات، ويتم ذكرها اليوم، قد تعني كذلك ليس من جديد المخيمات، ليس من جديد الحرب، ليس من جديد الإبادة والقتل الجماعي، وليس من جديد الاضطهاد. ليس من جديد في ألمانيا يعني مساعدة إسرائيل مهما كلف الأمر، ظالمة أو مظلومة. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات هذه السياسة؟ ما الذي يعني بالنسبة للأشخاص الكثيرين الذين يهربون من الحرب ومن العنف، والذين يؤون إلى حدود أوروبا؟ هل هذه هي جملة ليس من جديد التي نقصدها؟ اتفاقية اللاجئين التي صدرت في جنيف جاءت بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الهولوكوست. في ذلك الوقت 3 مليون من المضطهدين، أغلبهم يهود، لجأوا إلى فلسطين لأن أغلب الدول أغلقت أمامهم الأبواب، وهناك معالم كثيرة في مدننا تذكرنا بذلك. ولكن ماذا يعني ذلك اليوم؟ هل يعني ذلك أن نغلق حدودنا أمام الذين يلجؤون إلينا، الذين يطلبون حمايتنا؟ ليس من جديد أكثر من وعد فارغ، ينبغي أن يكون وعدا للحماية البشرية، حماية حقوق الإنسان العالمية، وهذا يستحقه كل البشر. وينبغي أن نتمسك بهذه الجملة ليس من جديد بكل جدية عندما نقولها، وأن ندافع عن هذه الحقوق في كل مكان ولكل الناس. وهناك خطر كبير أن نرى ذلك لا يتحقق، وأن يؤول إلى عكس ذلك من جديد، أن يتكرر الفضيحة. ونحتاج إلى ليس من جديد التي لا تسأل عن ما الذي يجب أن يحصل من جديد من أجل أن نحكم بأنه لم يتم استعماله كما ينبغي. أن نطرد الناس عوضا من أن نحميهم، أن نشرعنا النظر عن بعيد عوضا من أخذ المبادرات. إذا كنا جادين بالنسبة لهذه الجملة ليس من جديد، فينبغي لنا أن ندافع حقا عن حقوق الإنسان. ينبغي أن لا تبقى وعدا فارغا. ليس من جديد يعني ليس من جديد سياسة الرفض لأشخاص يرفضون الحماية، يطلبون الحماية عفوا. ليس من جديد سيكون دفاعا عن حقوق الإنسان بشكل عالمي، بغض النظر عن من هو معني بهذا الدفاع، بمن هو مضطهد. ليس من جديد الصمت أمام أشخاص أبرياء يعانون، بينما إسرائيل مهما كان في إسرائيل أو في فلسطين أو في أوروبا أو في أماكن أخرى. ليس من جديد ينبغي أن يكون ليس من جديد بكل وضوح. إن لم نفعل ذلك ليس من جديد ستبقى جملة فارغة، أو ستصبح سببا للنظر إلى أماكن أخرى وعدم الاهتمام بهذه المشاكل.
الضبابية بالنسبة لهذا التصريح ليس من جديد، خطير أن يكون تضامننا مبنيا على ازدواجية المعايير أو النظر إلى أمور وشؤون أخرى وعدم الاهتمام بهذه الشؤون. الذي يحصل اليوم في فلسطين ينبغي أن نهتم به ونتساءل عنه جميعا. هل ما يحصل في فلسطين إبادة؟ نعم. هل هو نزوح مفروض على السكان؟ نعم. وليس من جديد، ثلاثة كلمات واضحة، واضحة مثل وضوح الشمس، ووعد يجب أن يصبح حقيقية، حقيقة، وينبغي أن يطبق حتى للفلسطينيين، وأن لا يبقى فقط مجرد وعد، ولكن شيئا ملزما. جماعة المجتمع الدولي ووطن لكل واحد، ولذلك أدعوكم إلى أن نواجه المضطهدين جميعا.